عند وضع ساق خرسين في محلول كبريتات نحاس. يعني لو انا عندي كبريتات نحاس ووضعت فيها ساق من الخرسين هتقول لي مع علوم التفاعل ان الزد ان هيتفاعل مع السي يو اس او 4 ويتكون زد ان اس او 4 وسي يو. اقول لك تعال نفكر مع بعض وايه اللي حصل في التفاعل ده. اللي حصل في التفاعل ده اولا حل الخرسين محل النحاس لان الخرسين انشط من النحاس. طيب ماشي. الثانيه ان الخرسين كان عدد تاكسده زيرو بقى موجب 2. يعني الخرسين تغير من صفر الموجب 2 يعني حدث له اكسده. النحاس كان موجب 2 اصبح صفر يعني حدث له اختزال. يبقى هنا في التفاعل اللي قدامي ده حصل اكسده للخرسين من صفر الى موجب 2 وحدث اختزال للنحاس من موجب 2 الى صفر. يعني بنقول حدث اكسده واختزال وبدون تيار كهربي. كل اللي عملته انا جبت ساق خرسين ووضعتها في محلول كبريتات نحاس فتم التفاعل ده، يعني اكسده واختزال تلقائيه. طيب السؤال يجي هل ممكن من هذا التفاعل احصل على تيار كهربي؟ لابد عشان اجاوب السؤال اسال الاول نفسي سؤال، ايه هو التيار الكهربي؟ وايه هي الاكسده والاختزال؟ ايه وجه التشابه بين الاكسده والاختزال والتيار الكهربي؟ التيار الكهربي الكترونات تنتقل من نقطه الى اخرى خلال المواصل، هذا تعريف التيار الكهربي باختصار. الاكسده والاختزال انتقال الكترونات من عنصر الى عنصر اخر لانها فقد واكتساب. يعني هنا الخرسين فقد الكترونين اكتسبهم او كسبتهم ايونات النحاس، يبقى حدث انتقال الكتروني من الخرسين الى النحاس. وبالتالي في عندي علاقه بين الاكسده والاختزال والتيار الكهربي وهي ان الاثنين انتقال الكترونات. طيب لو انا عايز اخلي التفاعل ده تيار كهربي يبقى لازم اكمل التيار الكهربي انتقال الكترونات في دايره مغلقه خلال موصل. يبقى عشان اعمل تيار كهربي من التفاعل ده يلزم حاجتين، يلزم اولا فصل موضع الأكسدة عن موضع الاختزال. الثاني تكوين مسار مغلق يمر فيه التيار، يعني التوصيل بين الاثنين بسلك. يبقى هنا عشان أكون تيار كهربي يبقى أخلي الأكسدة في ناحية، الفقد في جانب والاختزال في جانب اخر، ثم تنتقل الالكترونات من مكان الفقد الى مكان الاكتساب من خلال سلك او موصل، وده اللي هنشوف في الخليه الجلفانيه اللي بيسموها خليه دانيال. تعالوا نشوف مع بعض.